مرحبا. اهلا وسهلا. انا ابو صالح. اهلين. ممكن نشوف الدكتور شوي؟ عن اذنك دقيقه. مدام، في واحد اسمه ابو صالح بده يقابل الاستاذ احمد. ليلى هو يتفضل بسرعه. كملوا اكلكم لبين ما اشوف شو بده. مرحبا مدام. اهلين ابو صالح. الدكتور اتصل. الدكتور اتصل وقال جيب لي البريد لهون، فبتسمحي لي فوت شوف وشق عليه لانه بالي مشغول عليه كثير. ايه تفضل تفضل. شكرا تفضل. مرحبا طارق. اهلا ابو صالح. اياك تحكي لي القصة من أولتها لآخرتها. القصة؟ قصة عيونه. شبه من عيونه؟ أنا عم بسألها. مثل ما حكالك. ما حكى لي شيء. معناتها اسأليه هو بيحكي لك. وشو المانع تحكي لي أنت؟ مدام أميرة، صدقيني إنه أنا ما بعرف شيء بالضبط عن هالموضوع أبداً. فتت لعنده على المكتب لقيت له بهالحالة. سألته شو السبب؟ قال لي بعدين بحكي لك. ولهلا لسه ما حكى لي. يعني ما قال لك على شو وقع لما نزل ضغطه؟ نزل ضغطه؟ هلا كل ما بسألك تسألني؟ شو اسألي؟ هو علينا. ايوه ضغطه. حكالي على ضغطه وقال لي انه ضغطه نزل طلع وقام وقع واجا راسه على طرف الطاوله. الله ستره، منيح لي ما راحت عينه. الله ستر، منيح. وهلا بتسمحي لي انزل شوفه واطمن عليه واطلع؟ طيب تفضل. لك شو القصة؟ أنا ما عم بفهم. ما بعرف. هلأ الماما قالت إنه البابا مو هون وعنده اجتماع. مزبوط. وهي أبو صالح أخذته طلعته على الدرج وودته على غرفة المكتب، طلعته من المكتب نزلته على الدرج وسكرت الباب. يعني أنا شو الموضوع؟ استنى ليطلع أبو صالح ما فهم شو القصة. ليش ما عم تاكلوا؟ كملوا اكلكم. ماما البابا هون ولا عنده اجتماع؟ هون. لك ليش مخبي علينا؟ خلصوا اكلكم وبعدين بحكي لكم. ما راح ادقر الاكل الا لحتى اعرف شو القصه. وهي ديوني. وانا كمان والله مالي عرفانه شو بدي اقول. خلصوا اكلكم وبس يطلع ابو صالح منفوت كلياتنا لعنده لجوها وبتشوفوا بعينكم.